من هو بيب غوارديولا؟ هو جوسيب غوارديولا، ولد في 18 من كانون الثاني سنة 1971 في سان بيدور في برشلونة بدولة إسبانيا. لعب لصالح الفريق الكتالوني البرشلوني لعشر سنوات، حقق فيها معه كل الألقاب الممكنة قبل أن يخوض تجارب في إيطاليا وقطر والمكسيك. قاد برشلونة كمدرب لتحقيق الأرقام القياسية، ووضع فلسفة كروية تجمع بين اللعب الجميل والانتصارات، وهو ما أكسبه سمعة كمدرب ناجح. حقق مع بايرن ميونخ خلال 3 مواسم الألقاب المحلية كافة، وهو حاليا يدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي. ولد جوسيب غوارديولا الملقب بيب في 18 كانون الثاني سنة 1971 في سان بيدور في برشلونة، ودخل أكاديمية برشلونة لكرة القدم في عمر 13، حيث تدرج فيها وبرز بعد أن حوله غوارديولا إلى لاعب محور في خط الوسط. شارك غوارديولا في أول مباراة له مع الفريق الأول سنة 1990 ضد فريق كاديز، ومنذ موسم 1991-1992 حجز غوارديولا مكانا أساسيا في تشكيلة فريق الأحلام لبرشلونة تحت قيادة المدرب يوهان كرويف، حيث حقق معهم البطولة الأوروبية ولقب الدوري الإسباني ل3 مواسم متتالية، قبل أن يغادر كرويف الفريق سنة 1996 بعد موسمين متتاليين مخيبين، إلا أن غوارديولا احتفظ بمركزه الأساسي في الفريق تحت قيادة المدرب الإنجليزي بوبي روبسون، حيث حقق الفريق كأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني وكأس كؤوس أوروبا. في سنة 1997 حصل بيب على شارة قيادة الفريق عندما كان لويس فان خال مدربا، إلا أن الإصابات بدأت تطار النجم الإسباني الذي خضع لعدة عمليات جراحية أثرت على مشاركته في المواسم التالية وجعلته يغيب عن كأس العالم 1998. في 11 جوان 2001 أعلن عن نيته الرحيل عن النادي الكتالوني في نهاية الموسم بعد 17 عاما قضاها فيه، ولعب آخر مباراة له مع برشلونة ضد سلطا فيغو في 24 حزيران قبل أن يغادر النادي بعد أن لعب معه 479 مباراة رسمية. انتقل غوارديولا إلى إيطاليا ليلعب مع بريشيا إلى جانب روبرتو باجيو، ثم انتقل إلى روما، إلا أن مسيرته في إيطاليا لم تكن ناجحة، حيث عانى من الحرمان لمدة 4 أشهر بعد أن أثبتت الفحوصات تعاطيه عقار ناندرولون، إلا أنه برئ من هذه التهم لاحقا. انتقل غوارديولا سنة 2003 إلى نادي الأهلي القطري ليلعب هناك ل3 سنوات، رفض خلالها عدة عروض من أندية أوروبية مثل قطبي مدينة مانشستر. وفي سنة 2006 وخلال تواجده في المكسيك لعب لصالح نادي دورادوس دو سينالوا ل6 أشهر قبل الاعتزال. بدأ بيب مسيرته مع المنتخب في 14 تشرين الأول سنة 1992 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وفي نفس العام قاد المنتخب الإسباني للحصول على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية التي أقيمت في برشلونة. شارك غوارديولا في كأس العالم 1994 حيث وصل المنتخب الإسباني إلى ربع النهائي، كما شارك في كأس أمم أوروبا سنة 2000 التي وصلت فيها إسبانيا على ربع النهائي أيضا، فيما غاب عن كأس العالم 1998 بسبب الإصابة. لعب غوارديولا مع المنتخب 47 مباراة دولية سجل فيها 5 أهداف. بدأ مشواره التدريبي مع فريق برشلونة الرديف حيث أهلهم إلى دوري الدرجة الثانية وقادهم لتحقيق اللقب. وفي سنة 2008 أعلن رئيس النادي خوان لابورتا أنه سيعين غوارديولا مدربا للفريق الأول خلفا للهولندي فرانك رايكارد في نهاية الموسم. استلم غوارديولا مهامه التدريبية في صيف 2008 الذي شهد بيع العديد من اللاعبين الأساسيين في الفريق مثل رونالدينيو، زامبروتا، ديكو، جيوفاني، إدميلسون، فيما تعاقد النادي مع داني ألفيش وكيتا وألكسندر هليب، وقام غوارديولا بتصعيد بوسكيتس وبيدرو من الفريق الرديف. بدأ موسم 2015-2014
بخسارة البايرن لقب الدوري لقب كأس السوبر الألماني فيما شهد الموسم، وأيضا تحقيق الفريق كأكبر انتصار في تاريخه في دوري الأبطال بفوزه على شاختار الأوكراني بنتيجة 7 أهداف لصفر. إلا أن الموسم لم ينتهي بشكل جيد بعد خروجهم من مسابقة الكأس الألمانية وخسارتهم أمام برشلونة في نصف نهائي البطولة الأوروبية 3-0، حيث فشل الفريق الألماني في تسديد أي كرة على مرمى البرشلونيين. في موسمه الأخير مع النادي البافاري حقق غوارديولا لقبي الدوري والكأس، إلا أنه فشل مجددا في البطولة الأوروبية بعد الخروج من نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني. غادر غوارديولا النادي البافاري نهاية موسم 2016-2015 لينتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي ويستمر معه للموسم الثاني، بعد أن فشل في موسمه الأول في تحقيق أي لقب مع النادي الإنجليزي. غوارديولا متزوج من كريستينا سيرا ولديه 3 أولاد، ويدعم انفصال كاتالونيا عن إسبانيا. يتحدث اللغة الإسبانية والألمانية والإنجليزية. هو يحب الفن وقد قضى معظم وقته بعد رحيله عن برشلونة في المعارض الفنية. تعرف على زوجته كريستينا سيرا في محل عائلتها لبيع الألبسة. بيب من محبي الجولف، لا يجري غوارديولا مقابلات صحفية وإنما فقط مؤتمرات صحفية. كان يقضي ساعات طويلة في تعلم اللغة الألمانية قبل انتقاله لتدريب بايرن ميونخ.